ولمزيد من المتابعة والتفصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية ضعنا في الصورة لديك. تحياتي لك محمد ولكل متابعينا من داخل مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ، حيث استمرار فعاليات وجلسات الاجتماع السنوي 58 لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، وتأتي ثاني هذه الفعاليات من خلال عدد من الجلسات المغلقة وأيضا الموائد المستديرة المفتوحة. كان هناك عدد من الجلسات التي تناولت التوقعات الاقتصادية للنمو في إفريقيا والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأيضا تمويل القطاع الخاص وحشد للكثير من المشروعات التنموية الخاصة بالبنية التحتية والتنمية المستدامة داخل البلدان الإفريقية. وأيضا إذا تحدثنا عن هناك عدد من الجلسات الأخرى الخاصة بالحوار المجتمعي وأيضا حوار مع القطاع الخاص والحكومات، وهذه الجلسات التي تناولت كيفية دخول ومشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في عدد من المشروعات التنموية داخل القارة الإفريقية. نتحدث أيضا عن عدد من الجلسات الخاصة والموائد المستديرة الخاصة بمنتدى إفريقيا للاستثمار ومشاركة واسعة لمجلس الأعمال الإفريقي وأيضا القطاع الخاص في جذب الكثير من المستثمرين وأيضا التنمويين والأكاديميين من أجل مواجهة الكثير من التحديات. نتحدث عن أبرز التحديات والموضوعات المطروحة على أجندة وأيضا على مائدة هذا الاجتماع السنوي، منها التغير المناخي وأيضا نحو النمو للأخضر والاقتصاد الأخضر. هذه من أبرز الموضوعات المطروحة، وأيضا كيفية دعم البلدان الإفريقية بمزيد من الاستثمارات وليس القروض، وهذا ما أكد عليه الكثير من المشاركين. مستمرة حتى الآن الجلسات داخل أبرز القاعات هنا بمركز المؤتمرات، وفي انتظار أيضا المزيد من الموائد المستديرة خلال هذا اليوم الخاصة بمنتدى إفريقيا للاستثمار. هذا هو المشهد حتى الآن، هناك عدد من الجلسات المستمرة وأيضا الموائد المستديرة وأيضا نشاط كبير للمسؤولين المصريين مع زملائهم من الأفارقة وأيضا أبرز المسؤولين الحاضرين من القادة والزعماء وأيضا الوزراء الخاصين بهذه الدول المشاركة في مجموعة بنك التنمية الإفريقي. نتحدث عن نشاط كبير لوزيرة التخطيط وأيضا وزيرة التعاون الدولي في لقاءات ثنائية كثيرة جدا بين ممثلي الدولة المصرية وأيضا عدد من الدول المشاركة سواء من الإقليمية وغير الإقليمية لتنمية أكبر داخل القارة الإفريقية في أوجه مختلفة، آليات متعددة ومتنوعة. هذا هو المشهد، وعودة إليك. رامي محمد مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من شرم الشيخ، شكرا جزيلا.